هنتكلم عن ثلاث حاجات النهارده بسيط جدا، وانا بحب الدنيا تبقى بسيطه. انا كأم المفروض اعرف ايه عن المراحل، وايه الحاجات الاساسيه اللي لا يمكن استغنى عنها، وابقى حائط صد، لان ما شاء الله بقى ما شاء الله الرجاله جمال جدا، يعني ربنا ينفق في صورتهم، فهم ما شاء الله اساتذه، وتيجي تعملي قيمه او بتاع يوم جاي موقف كده مطير لك الليله ومطير لك الدنيا، وحاجه عظيمه يعني. عشان ما يحصلش صدام مع الاب اللي موجود، او ان البنت تتاثر نفسيتها برد فعل مخالف، يعني في حاله من ما تلاقيش، ما فيش تصوير هيجي للنساء تمام، يجي مثلا بنت من البنات بناقشها دايره قريبه مننا بقت لسبيا، ليه يا بنت الحلال؟ تعرضت لنوع من انواع النقد التام والمستمر من جهة عنصر الرجالة في العيلة، سواء الأخ أو الأب، نقد بطريقة غير عادية. يقول لك احنا عايزين احنا نقول السلوك الصح حلو وجميل، ونحب فيه ونحفز ليه ونشجع ليه. ثلاث حاجات: حب وتحفيز وتشجيع، سواء بالكلمة سواء بالخروجة سواء بالطبطبة سواء بالمدح. لكن النقد المستمر من عنصر الكره، محدش يقول لي يا بنتي بقيت كذا وبتاع، والعرسان جاي، ما العرسان ولا هنا، وتجيبلي سرة الرجاله ولا جنس الرجال. شايفه نموذج في البيت، مشاكل مع الام، طريقه تعامل هي لا ترضاها، نقد مستمر ليها عشان تبقى الاحسن. غلط. ليه غلط في المرحله دي؟ زمان ما كانتش الدنيا قوي كده، قالت يقول لك ناخد فوق دماغنا وقاعدين ومفيش متربى وما شاء الله. ليه دلوقتي الدنيا قلق كده؟ الدنيا بقت مفتوحه، ودي بتقول لي دي ودي ده، عاملين جروبات مع بعض، سواء انا بتكلم على الاندر ايدج 11 و12 سنه و13 سنه، عاملين جروبات مع بعض، لما يقولوا لك كذا رد بكذا، ولما يقولوا لك كده رد بكده، وبعدين انت تخلصي من الالم معرفش بتقطيع جس او معرفش البسي اللون الاسود حداد على نفسك وعلى الفتره اللي فاتت وواجهي الحياه. الشباب والبنات في مرحله المراهقه محتاجين قضيه، محتاجين قضية ويعافروا فيها. ليه؟ لأن مرحلة العند إن شاء الله، لا أنا موجود، أنا فيعاند مين؟ مش لاقي أي قضية قدامه يعني. ماشي، كان من 10 سنين في قضية الشعب كله كان بيقوم عشانها، والدنيا وكان في حرية ومعاني عالية، ده حتى العيال 6 ابتدائي و5 طالعين عندنا قضية. لكن مفيش، يبقى عند الاهل وتمرد، ولن اعيش في جلباب ابي وامي وعليكم. امتى بقى 18 سنه واللي خدوا الجنسيه امتى بقى كده علشان محدش يقدر يتكلم معايا؟ دي الشكل اللي احنا عايزين نحدده النهارده. اعرف ايه عن المرحله؟ اعرف ايه عن المرحله؟ اول حاجه ان بيبقى هم في صراع، لا منهم بقوا كبار، هي الشكل كبرت وبقت خدت شكل آنسة، لكن لسه العقل عقل طفل، عندها إحساس بالتوقع إنها تتصرف، وهي لسه مش عارفة تتصرف، ومتوقع منها رد فعل أو نتيجة أو عقبة هي الأهل يشوفوها، فتلاقيها في صراع رهيب. عندها نوع من أنواع اهتزاز الثقة بنسبة معدية، لو في فوق 100% أنزل ولا لأ، طب كده ولا، طب الطرحة، طب الشكل، طب الدنيا، كل الكلام ده بيبقى صراع جواها وجوه نفسيتها. أنا كأم لازم أبقى فاهمة كده. رقم اتنين التغير الجسدي اللي بيمر بالبنات في الفترة دي محتاج مننا نوع من أنواع مدح الشكل. يعني يقول لك زمان كده جدتي مثلا كانت تقول إيه، الله خرطت البنات خرطك خلاص، الله بقى وبقينا مشاقة بط والوزنة وفي كلام الأمامير بتاع زمان ده، وكان بيتسمع حلو بنتنا الحلوة، كان في كلام حلو وجميل كده. دلوقتي ما بتسمعش الكلام ده، انت عائلة مستهترة، انت قاعدة طول الوقت على الموبايل، الهيافة اللي انت بتتفرج، انت عاملة سكرول على الحاجة على طول، بتطلع في البوستات على طول وكده، بيحرق خلايا مخ. ما هو شوفي التيك توك عامل ازاي، حتى لو انت عاملة كنترول عليه، شوفي التيك توك عامل ازاي، شوفي الانستا، هم طبعا هم دول الموقعين، او السناب عشان بس المشينات والحاجات اللي بتتعمل عليه. فكون ان هي ده المرحلة السريعة اللي بتمر بيها، انا كأم لازم يبقى عندي وعي بالكلام ده. مفيش نقد. ثلاث حاجات يهدموا علاقتك ببنتك،
كلمة نمل نقد ومقارنات واللام لوم. تقول لك أنا بقول لها في فرق يعني أسلوبنا في الكلام وأنا بدي النصيحة من أنا بقول لها إن ده سلوك حلو محتاج يتصحح، وما بين إن أنت نازلة عليها مقارنات وشوفتي فلانة وشوفي بنت فلانة وشوفي علانة وشوفي كذا وبنت خالتك وعلى اللي حصل واللي بقى، وبعدين ألوم على التصرف تتهد شخصيتها، لا يبقى في ثقة ولا يبقى في أداء، وهي ذات نفسيها هي كارهة كل بقى ما تقولي لها لا مش راحة مع العالم دي، لا ما اناش قاعدة جلسة، لا ما اناش حاضرة اجتماعات، لا ما اناش عاملة كذا. ومين البديل؟ المجتمع التاني اللي بيديها ايه؟ كينوناتها، وبيديها انت واحدة ليكي رأي وليكي مسؤولية، فتروح امر طبيعي هتنفر من الكلام اللي لازع 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 للنقطة التانية. فلازم افهم النقطة دي. طيب في فرق كبير جدا جدا، ودي يعني اخر نقطة في المحور الاولاني ده، فرق ما بين التربية والرعاية. ان انا ربي وابقى فاهمة اساليب التربية الصحيحة ده شيء جميل، احضر محاضرات زي دي عشان اعرف خصائص المرحلة ده شيء حلو. الرعاية بأكل وبشرب وبرعى كذا، وفي جزء من التربية انه الاشمل من الاثنين. لما فرق ان انا مش عليا العلف بس، يعني انا بغسله وبمسح لهم وبعمل لهم وبعلفهم وبعمل اكل وخلاص وشكرا، لا انا كأم اسمع الحديث، كلكم طبعا راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني اسمع الحديث، كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يعول. اكبر كارثة ان الواحد يضيع اللي تحت ايده. واكتر من ايه؟ وانا اما اسال اي ام دلوقتي ايه اللي يوجعك؟ ايه اللي يوجعك؟ عيالك. ايه اللي يوجعك؟ فلذ الكبد، قلبك من جوه. لما تحس ان هي في امر انت مش عارفه تستجيب، ما بتحكيلكيش، ما بتقولش زي المثال الجميل اللي قالته ام عمر دوت على البنت، لما تبقى شايفه امها قدوه ونموذج، يعني ده محاضره تانية ازاي نبقى قدوه ونموذج، ولكن لما تبقى شايفه ان ده حق اللي هتيجي تقول لك، مش هتروح لواحده صاحبتها خبرتها صفر شبهها يمكن بالسالب كمان، الصفر له قيمه، وتاخد منها المعلومه او السلوك او اعمل ايه. اما يحصل حاجه في حياتها تيجي تقول لك، طب انت المرجعيه بتاعتها اعمل ايه. لكن لما افقد جانب الصحوبيه وجانب المرجعيه عند بناتنا بالذات نقص خطر. لازم تبقي انت موجوده، مش بقول ان احنا هنغصب عليهم ولازم واحكي ده بالحب، وهي لو شايفاكي كده طب اعمل ايه عشان اعيد منظومه الصداقه بيني وما بين بنتي. اربع خطوات. اول خطوه ودايما بنقول عليها مرحله الحب الغير مشروط، انا بحبك ست بنتي، هو السلوك اللي انت عملتيه ده غلط ماشي هنتكلموا فيه الصح فيه اعمل ازاي ونعرفه مع بعض، لكن انت بنتي انت نور عين، ده لو كبيره انت اول العين ما شافت، اذا انت حبيبتي حبيبه امك ده انت سر، ده انا بصي هقول لك على اسرتي، فتعرف ان انا بحبك وحبي ليكي مش مشترط لا بنجاح ولا بمذاكره ولا انك تتصرفي السلوك الصح اللي غلط، ان انا تربط حبها حبك ليها عشان عملتي غلط غلط. يقول لك ده ابتزاز مشاعر، وبتبقى عندهم الاب والام دول حاجه عاليه جدا، فانت تعيشيها تحت ضغط، هي عشان امي بس تحب عشان أو لا، انت بتعملي عشان ربنا سبحانه وتعالى قال وان ده الصح، اما حب امك وابوك ليكي ده ثابت ما بيتغيرش. الامر ده مرحله تاخد قد ايه؟ احنا بنقول اي تغيير سلوكي من 6 اشهر لسنه او من 3 ل 6 شهور تمام كده، ولو وظبت عليه بتاع والطفل اللي قدامي طفل سوي 21 يوم بس، ده طبعا احنا ما شاء الله بالنا طويل بنقعد من 6 شهور لسنه. حطي في دماغك كده اي تغيير سلوك، لما اجي اقول حب غير مشروط، انا بحب انت بنتي انا بحبك وانت حبك ساب، بس طبعا هو السلوك ده اللي ما كانش صحيح الصح بتاعه كذا، او اعمل حاجه بنعملها مع الاطفال 5 سنين حاجه اسمها دحرج الفكره، يكبر ازاي ابني وهو في 5 سنين اخلي دماغه يفكر صح ويجيب النتيجه ويفكر في حل الخلاف اللي انا اقوله، بس يتجه نحو الصح، مش هو عامل طالع على السلم هتقع ايوه اوعى الكوبايه تقع هتتكسر، اديله السلوك اللي هو المفروض يقول، حاجه اسمها دحرج الفكر
عند البنات وخصوصا في مرحله المراهقه حاجه اسمها ايه؟ اختيار من بدائل. ده بصوا ده الحل كده، نخلص المحاضره. يعني ايه اختيار من بدائل؟ يعني ما بدهاش هو كده، يا تعملي كده يا كده. غلط، مش عامله، حاسه ان هي مامور ومجبوره كده. غلط، يا ده يا ده. لا، اعمل ثلاث بدائل خصوصا لو مراهقه متاخره. لو قبل كده شويه ممكن ادي بديلين، ماشي بيرضوا. يعني يا ده لاني مثلا المتاح كذا، واديها السبب، مش لا وبس. لا ليه؟ لازم حوار. بنتعب. ما انا قلت كم مره، بقالي سنه وسنتين بقى اهو، ومات ده طول العمر. مرحله الحب الغير مشروط دي دايما تبقى جواها طول العمر، ما بنكتفيش يا اخوات بشهر ولا اتنين ولا سنه ولا اتنين. ده بتروح تتجوز وبتيجي هي وجوزها بالربيع، هي وجوزها، صح ولا لا؟ بقى هو وعيالهم، سيبوا الاحفاد بقى، سيبوا لنا، انت هتبوظ الدنيا، احنا هنربي. فموضوع مستمر لحد ما يتولانا الله عز وجل. لكن تيجي الام زهقت، هنا الغلط مش عليها هي. زهقتي ليه؟ ده بنتك، ده عيالك، ده قلبك، عايزاهم احسن ناس في الدنيا. في ام هنا مش عايزه عيالها احسن منها؟ يبقى ما فيش واحده تيجي تقول لي ما فيش حاجه اسمها لا، ما اسمعش منك كده، عايزه منك الاستمراريه. طيب المرحله رقم 2، ما فيش حد في الدنيا هيحبك اكتر من امك. الدنيا ما فيش حد في الدنيا عايزك افضل من نفسه اكتر من امك. النقطه دي مهمه جدا يا اخوات. ليه؟ عشان مهما تشرق مهما تغرق، ولا عارفه انك عايزه مصلحته، وتبقى كده شفت اللي بيعمل غسيل مخ، احنا نعمل لهم غسيل مخ. مفيش حد في الدنيا بيحبك اكتر منك، ولا حد في الدنيا عايز مصلحتك اكتر من نفسه. انا عايزاك احسن مني. ويوصل عند البنت المعنى ده، يوصل جواها خلاص. يا ماما عرفنا بقى ان انت عايزه احسن حاجه، ماشي، حتى لو ما بتنفذش. اه ما هي مش هتنفذ من يوم وليله، لازم يبقى ده ترسيخ. ده برضه المرحله بتاخد قد ايه؟ 6 شهور؟ لا والله، ده العمر كله. احنا عايزين لكم افضل حاجه، ويبقى دي قاعده وقانون من القوانين اللي لازم البنت تعرفها في تعاملها مع في الحياه. امي اكتر حد عايزها، مش صاحبتك، مش الفئه الفلانيه، مش الشله اللي ما يعلم بيها الا ربنا. مش رايحين فين؟ تقول لك ده احنا والله ده رايحين سوسيال على البعض، سوسيال رايحين بيبك على البتاع شاطئ العرايه ولا انا يعني الصحبه. لكن لما تعرف ان الام هي اكتر حد، يبقى دي المرحله رقم 2. المرحله رقم 3، حاجه اسمها بعمل رابطه مع البنت. يعني ايه؟ اسر لها حاجه خاصه بيا، مش حاجه يعني منيله بنيله، يعني اختاري حاجه معقوله ايه تقولها لها. لا في امهات تقول لها وجاب كعل، ما ينفعش. اختاري حاجه وسط وقولي لها، او اعملي معاها رابطه. بصي لما تلاقي ابوكي السادي اللي احنا عارفين ابوكي بقى لما بيطلع في الزربونه، لما تلاقيه بصي كده ايه يعني ايه، نختار كلمه سر بيني وما بيني، يا خضره، يا اي حاجه، اختاري اي حاجه، يا كواكب البحر، اختاري كلمه سر. نبهيني بس عشان ايه، نلم الدر ايه، ونبقى نعمل حزب انا وانت كده. اعملي معاها رابطه تحس انها قريبه من امها. انتوا فاهمين يا اخوات؟ اما تحس بالامر ده بيتحقق. يا اما بسر لها حاجه، او بشركها في امر، او الخروجه الشهريه. لازم ان شاء الله تطلع معايا على الناصيه، نروح عند اغا اسمه ايه بتاع الحاج سيد سالون يعني بوسنا، اي حاجه، تروحي عند حاج سيد، تروحي عند التاني بتاع اغلو ده، اي حاجه، هات لها كوبايه شاي بفراوله وارجع. لو كنا في مصر وقلت لك هات لها حلبسه، مش مهم. اي خروجه انت وهي، نروح نشتري توك، هنروح نشتري البتاع اللي بيتعلق بده كده في يوم البنات، يوم دلع البنات ده شيء اساسي. وانا راجعه معاها من الخروجه الحلوه ما بتكلمش فيها في اي حاجه، حتى لو كانت عامله مصايب، لو ما شاء الله المصايب كتير، امسك ايديها وابص جوه عينيها، بس جوه عينيها كده، انا موجوده في اي وقت لو احتجتيني، في اي وقت انا موجوده علشان لو احتجت تحكي لي حاجه من قلبك هتعرفي ان انا موجوده علشان. وانت باصه في عين البنت ماسكه ايديها وعامله عليها كده وضمها، ادي كده التلامس بالجلد اهو، الاي كونتاكت، الاداه رقم الثانيه اهي، التواصل البصري المشاعري، انا موجوده عشان في اي وقت احتجت تحكي لامك حاجه انا موجوده.
وهي دي الخروج. الثلاث مراحل دول مستمرين معانا مستمرين، وما تيأسوش. المشكله الامهات لما بتيجي مثلا في مشكله مع بتيأس او بتبقى زعلانه من رده الفعل او غير النتيجه الغير متوقعه فيحصل ايه يا اخوات؟ تقول لك بقى خلاص خلاص وانا كذا وعاي بنتي، والبنت ولا هي ده غلبانه غلب الدنيا، بس انت يأستي او رد الفعل ما كانتش ظريفه طب غلط. فالاصل الاستمراريه. طيب عايزه منك حاجه قبل ما اقول لك المرحله رقم 4، عايزه منك حاجتين صراحه في النقطه دي بالذات لتقويه. عارفه ببني جسر، مش جسر، انا ببني قلعه وقصر اسمها رابطه الحب بيني وما بين جدي، ما تتقطعش. حب غير مشروط، مفيش حد يعزك اكتر من امك ولا يحبك وعايز مصلحتك. رقم 3، انا موجوده في الدنيا علشان مش عايزاكي بقى تتصدم. يعني لما تيجي تعمل فعل رد فعل تقول لك لا بتخض امي، لا يمكن اقول لها شفتي بتعمل ازاي وابويا وهي من رد فعل الام لما تعرف المشكله والخض. شفتوا شهقه الملوخيه ايه انت عاملاها في وش العيال؟ البنت تقول لك ما اقدرش، وتحكي لمامة صاحبتها وتحكي للبشريه كلها الا امها. مش عايزاكي تتصدمي، انا مش عايزاكي تتصدمي. تاخدي نفس كده تهدي خالص خالص، وبعدين ايه شوفي ايه هدي حل من 3 بدائل. ما تقلقيش، كل احنا عايشين في الدنيا ليه؟ مش عشان نغلط احنا كبشر مع الله عز وجل. احنا عايشين في الدنيا ليه؟ علشان نغلط، تمام؟ احنا في الدنيا بنغلط، احنا بشر، اقبلي بشريتك بقى. بنغلط عادي، ايه المشكله؟ المهم نتعلم. ده المؤمن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. والبنت اللي تطلع على كده تطلع عندها ثقه في نفسها، ما تطلعش مهترئه وجوزها يديها واهل جوزها يعملوها لا ليه ما تتكلمي كده مواقف. مش احنا بشر فبنغلط، مش عيب، بس نتعلم من غلطنا، نقول استغفر الله ونشوف السلوك الصح اللي نعمله. اتبع السيئه الحسنه اذا كان ربنا بيتعامل معانا كده، ولو ما اخطاناش لجاب ربنا قوم يخطئوا فيستغفروا فيتوب عليهم، صح ولا لا؟ ليه ما بنعملش مع عيالنا كده؟ عايزينهم ايدل، عايزينهم ما بيغلطوش، ملائكه بجناحات. غلط، احنا بشر. يوصل ده، يبقى ما تتصدميش واقبلي بشريتها، ويلا نجيب حلول ومع بعض وخطوه. مش عيب. جه مره من المرات حصل موقف مع البنت الصغيره وصاحبتها، ومش اتصرفوا على حسب دماغهم، ودي تعيط ودي قلت لهم هم ايه بتوع 14 سنه دول و15 ما يغلطوا. فكان الامهات مستغربت لهم تعالوا ما تبوظليش الدنيا، ما عادش انا جوه بترجعوا انتوا جوه بره تبوظوا، ما يغلطوا عيال. صح، نعمل ايه؟ خلي بالكم ما كان يحصل كذا كان المفروض تعملوا كذا، كانت تروحوا للاستاذه، كان عارفين اتصرفتوا بعاطفه، شكرا خلاص. يوم لما نبقى كده نبقى اساتذه. والله بصي احط لك تاج الام المثاليه على راسك، وافضل ابوس واحب في راسك كده علشان انت فهمتي النقطه دي. يبقى اول حاجه ما تصدمش لما تيجي. رقم 2، افرحها. هي البنات بيحبوا ايه؟ يخفي هو من ينشا ايه؟ في الحلق والبمبيات والتوك والحركات والبندجات. تعالي انا عارفه ان بيتك ملتزم، وانا عارفه ان انت نفس السمت بتاعي، وانا اثق ان انت امي زي بتجي تحضري وفاهمه الكلام ده. بنتك كام بنتك كام بنتك كام، هاتوا المجموعه يلا نعملوا ايه؟ يوم ضلع البنات لا تستغني عنه ابدا كأم. هاتوا حبايبي اللي داخلين 15 بنات جايين، هاتوا الموبايلات، جيبوا الموبايلات حطوها لي، مش عايزين سيلفي يعني الكل لابس ونسي يلبس في البيت يعني. لا احنا هنعمل مش عارفه ايه، ونجيب واحده تعمل لهم حنه وسكرابات وبتاع، وحطوا بقى اللون اللبني عايزين يبقى احمر، واعملوا اللي بتاع الكريك اللي بتحطه وبيطلع ده تاني، عيشوا. هنعمل ايه؟ سينابون، خربوا المطبخ، خربوا يا حبيبي، خربوا بيت ابوكي نوبك سواد. يلا يلا بدل ما تروحي للراجل يرجع بالكحك. فالاصل الاصل ايه؟ يوم دلع البنات روحي تشتري، هاتي صاحباتك، نعمل كذا، نعمل الحاجات الحلوه بتاع العنايه بالجلدك، جلدك وعلميها، جلدك ريحته حلوه، شعرك مش نفك الطرحه والروائح تهفهف بقى، والشعر المكتوم والكحكه الكحكه اللي ما بتتفكش، لا
اعملي ان شاء الله قطتين ولا اعملي زعروره اي حاجه. المهم هي تتعلم ان في روتين للشعر، في حاجه اسمها ريحه الجلد حلوه، في حاجه اسمها الضوافر وما بينها ما بتبقاش منظرها كده، في روتين. ومال ومال عندك لصوابع الرجلين لها مش عارفه ايه، والكعب له ايه، ومال يتعلموا لوشن الجسم ايه. واصرفي، مش هناكل في الاسبوع دوت ونوفر وجبتين وانا اوفر ده، لان ده احتياج نفسي. لما بنتي تتعود عليه ما تجيش في بيت جوزها ده انا هيملي بالبنطلون لابسالي ستيت او بتاع. فيوم دلع البنات ده يبقى حاجتين في المرحله رقم 4، ما تتصدميش واقبلي بشريتها، احنا بشر كلنا. رقم 2 يوم دلع البنات الحاجه اللي بتحبها البنت، حتى بنتي في الامر اللي هي ده مع صاحبتها انا امها ما بتقولش لا او ايه وعيب لا لا، ده اللي المفروض اعمله. في نقطة بقى خطيرة جدا احنا غفلانين عنها كأمهات، الدعاء اللي انا قلته لكم دواء بتاع 5-6 نظريات اجتماعية ونفسية وتربوية ده اخذ بالاسباب، احنا امة السببية. يعني ايه؟ الكون كله قايم على الاخذ بالاسباب، افعل كذا يحصل كذا، حط البذرة وحط عليها مية تطلع زرع، المسلم هيعمل كده تطلع الزرع، الكافر هيعمل كده تطلع زرع. فرق عني وعن الاخر ان انا اطلع زكاتها بسمي الله، ده الاخذ بالاسباب، الاربع مراحل اللي انا قلت لكم عليها. 5 دعاء اخوات، دعاء فين دعاء؟ الدعاء الام مستجاب، دعاء الوالده مستجاب. فين دعاء مخصصه لسته كل يوم للعيال؟ طيب بدعي في السر ولا حسب بقى التساهيل، ولا ما بتيجي مشكله، ولا هو كده؟ ده رقم 2. لا ما انا خلي بالك الدعاء ده فيه كذا نقطه، عيالك يسمعوكي وانت بتدعي لهم لازم. يا ما والله مش طالع من باب الشقه والله، ما ادعي لي، مش عام ادعي لي يا امي والله مش هينفع ادعي لي. فالاصل ان 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 عيالك يسمعك وانت بتدعي له. يلا ادعي لزوجك بالمره، هو بتاخدي ثواب في الدنيا مش مشكله، بس يسمعوا ان انت بتدعي له، تفرق جامد جدا. والله ما نجاني ربنا الا دعوه امي في كذا وكذا، تقول كده الله يبارك لها، امي كانت بتقول كذا، الله يبارك لها، كانت بتقول يا رب اجعلها من يا رب اعمل لها يا رب سو. دي دعوه امي، فين الكلام ده؟ ومش يوم ولا يوم الجمعه ولا وقت ما تحصل الابتلاء ولا مشكله، ده كل يوم. انت عندك 5 صلوات في ركعتين كل يوم، دول بتوع العيال، ماليش دعوه يا رب انا ما بعرفش ربيهم، يا وكيل وكلتك امرهم، ما انا ربيهم اعلمهم، ملناش الا الكلام ده. فتغفلي عن اوبشن ربنا عطهولك يقول لك دعائك لعيالك مستجاب وانت سايباه تقسمي. لا لا، طب وليه نسيبك ونرجع نقول ده مش عارفين، اصلهم طلعوا اصلهم شطحوا. في مجموعه في مكان ما، جزء منها في الاسيا وجزء منها في الاوروبي، اهاليهم ما يعرفوش، في مصيبه حصلت، و يعني ام من البنات هي اللي عرفت الموضوع وبتاع مش عارفه ايه، وجت بتتكلم فين وفين وفين وفين، دول كانت حوالي 8 أو 9 بنات. طب فين اهاليهم؟ قالوا بموتهم، قالوا لهم عرفهم هيموتوهم. طب يا جماعه طب كذا طب كذا، بتيجي تتكلمي مع العيال مساكين خالص، لا بحبايبي ولا عارفين حاجه في حياتهم، طيبين وانساقوا ولا ورا فكره معينه، لا الاهل عارفه ولا الام داريه ولا الكلام ده. تخيلي بقى ان 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 انت قاعده على ودانك ليه؟ لا مهمومه، اصل الراجل اصل بيبص اصل بيعمل اصل المشاكل اصل الماديات. وانت مالك حد فيكم مره نام من غير ما ينام؟ ان شاء الله لو جبنا بعيش تحمليش هم الكلام ده، الرزق ده بتاع ربنا، كلنا قليل جيتي في يوم متبقى الرغيف اللي ابو بقى كام 2 وربع ده اتعمل، ان شاء الله لو عليه الله يعرف. بيوت بيعملوه بشاي وبيوت تانية بيعملوه، مش دي القضيه. القضيه ان يبقى فيه بركه وبيبقى فيه سكينه في البيت ويبقى فيه ولايه ربنا عليكي وعلى جوزك وعلى عيالك. لكن احنا شغلين نفسنا بايه؟ الدنيا، وهنعمل وهنسوي وكذا، وعماله تعلفي بنغسل شقه زي الفل، حاجه مش عارفه ده الغسيل العيال كده، يا ريت الغسيل بيخلص، يا بتنشري يا بتغسلي يا بتلمي يا بتطبقي، يعني يا بتاكل، حاجه كارثه والله. الصيف جاي كمان،
فانت ملهيه في الكلام ده، لكن انت لو ام واعيه منظمه وقتك. انا عندي من الساعه كذا للساعه كذا هحضر المحاضره، عندي دبل تايم في جد. عندي توفير وقت، لو انا عملت اداره وقت توفير 3 ساعات هعمل فيهم. عندي مع عيالي ساعه على الاقل، مع كل عيل نص ساعه. ايه يحكي بيعود وما بيحكوش، يعني خصوصا لو عندك صبيان ما بيحكوش، تقعدي تستنطقي الكلام من مش مهم. المهم ان عارف فكره ماما لازم تحكي يا حبيبي. قول يا بابا قول. والبنات نفسك ما فيش حاجه احكيها لك، قلت لها مش مهم نحكي من اول ما نزلنا وركبنا والميتروبوس والدنيا نحكي. يعني ايه انا اعرف يبقوا حاسه في حد مع في معايشه، لكن احنا في انفصاليه. اتكلموا اتكلموا ما اتكلموش خلاص، طالما انت في حالك وغلط. او البنات الجيل اللي طالعه، يعني مثلا تلاقي عرايس دلوقتي 5 سنين جواز 6 سنين زواج لسه حديث العهد، دول طبعا جيل اتظلمت جدا، قاعد على الموبايلات زومبي موبايلات. بالظبط انسان قال على ما ليه، هو الحياه هنا، الاجتماعيات هنا، الدنيا هنا، وده مش ده الصح. احنا الوقت بتاع ماما نص ساعه مع كل عيل، والاب ما يجي 10 دقايق بس، مش عايزه منكم في اليوم اكتر من كده. اقفل الراوتر. لا حبيبي والله انا اللي بدفع فلوس يا بابا، معلش نقفل الراوتر، ناخد الموبايلات النص ساعه نتكلموا، فخلص حالكم انتوا اللي قولوا عشان نعرف نسيبكم. يبقوا عارفين ان احنا جوه اسره وجوه حياه وجوه عيله. لو تفتكري انا عن نفسي، نفتكر بيت جدتي ده شاشه عرض، بيت جدتي ده اللي داخل وقاعدين بقى كل واحد جاي بحكايه، ابنها الفلاني وعندها مش عارفه كام عين، فكل واحد جاي من عمامي وعماتي يحكي، واحنا وتصرفوا وعملوا كذا واحكي كذا، بقى عندك خبره وعندك مهاره اجتماعيه وعندك نوع من انواع طريقه الحل مره واثنين وبديل طبيعه الشخصيات. لكن عيالنا مظالم في وقت فيه مين الشيخ بتاعهم، الشيخ جوجل والسناب والانستا، ده الشيخ بتاعهم. ترند طالع على مش عارفه ايه، حصل كذا، افتح البتاع منزل اي حاجات اسلاميه، والله الاقي شفتوا بصوا شوفوا الحركه دي، قالوا يا جماعه دي اغنيه منتشره دلوقتي ولا ايه؟ يعني ايه الموضوع اللي طب بصوا شوفوا وايه بقى؟ والسكرول كله كده. فالجيل مظلوم، لازم اعمل له بديل. لا في استغناء عن الجلسه اليوميه المعايشه، مفيش استغناء عن كده. لازم يسمعوا كل يوم، ناس اخوات بيعملوها بعد صلاه الفجر. الدعاء نصلوا، هنقولوا الاذكار، اعمل لهم البتاع هنعرفهم بعد الفجر، وبعدين ده مش فطار يعني، ده اول فطار وبعد كده. لكن سامعين اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا الاولاد، يلا وارزق محمد كذا وارزق فاطمه كذا وارزق علياء وهكذا، يا رب يا رب يا رب، شكرا يلا مع السلامه. بس لكن عايشين في انفصاليه لكل واحد تقسيمه.